شهر يحلو فيه السمر ويطيب بلقياه السهر. خالقين أجواء شبه مغيبة على مدينة تعز، الهدف منها تجديد عنصر الفرحة داخل قلوب السكان والمارين بهذه الحارة وتفعيل الأجواء الرمضانية. والبهجة يحملها السحر فتغيب الشدة والكدر. أهلا يا رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان، فرحانين ونزين الحارة ونفرح ونلعب كل شيء، نقرح كل شيء، نزين الشارع، نقرح أطماش. الله بعدكم ونستقبل رمضان. إحنا نزين الحارة ونلعب ونشتي الناس يقولون زي ما أنا ونتشكر خليل. إحدى حارات مدينة تعز، وتحديدا حارة بدر بحي المسبح، يقولون بأنهم للسنة الثانية على التوالي، وهم يزينون الحارة ويستدعون الجميع للابتهاج ويغيرون المكان زينة وأضواء وألعابا، حتى يتساءل الصغار عن أسباب هذا التغيير فيعرفون بقدوم ضيف عزيز وكريم، إنه رمضان. في مبادرة ذاتية من شباب الحارة، لا منظمات لا داعمين، جهود ذاتية من شباب الحارة، أجت الفكرة وعملناها، أدخلنا البهجة والفرحة في نفوس الأطفال والكبار حتى. جو حماسي خيم على الأطفال الحاضرين من أبناء الحارة، فالفرح هو المعنى الذي ربما غاب طويلا وحرم منه الأطفال حتى من الخروج من منازلهم لفترة طويلة بمدينة تعز. ها هو يعود اليوم مع شهر الصوم، ليس فقط لاستهداف أطفالها بل والكبار أيضاً.